انا بكلمكم بصراحه، بيحب عاشق مش عاشق بقى للنادي الاهلي، عشان كده بنقول الاهلي كله ملك كل الاهلاويه بقى، مطربين وفنانين ومهندسين وكل حاجه. ابو ليف، انا سعدت بالمكالمه معاك، بشكرك شكرا جزيلا، والحمد لله كمان اللي اطمنا عليك، كان بيمر بوعكه صحيه كده الحمد لله امنها، كان فيها صعوبه كبيره جدا، لكن احنا بنحبه اكيد. كمان معانا واحد اهلاوي جامد جدا ودمه خفيف، تقدروا تتوقعوا مين ولا لا؟ مطرب؟ ممثل؟ لا ممثل. ممثل؟ طب خليه، مش عايزك تقول الاسم، عايزك تقول لنا الو. مساء الفل. عم احمد بديل؟ لا. مساء الفل. السلام عليكم. لا مغير صوته. لا مش مغير صوته. معانا على الهاتف النجم الاهلاوي الكبير اللي ما بيسيبش الماتشات للنادي الاهلي، وعاشق للنادي الاهلي ومشجع وما بيسيبش اي حاجه، ولا مداخله معانا ولا افلام ولا مسلسلات، الفنان المحترم بيومي فؤاد. ده برحب بحضرتك يا استاذ بيومي. ازيك يا شادي؟ مساء الفل. مساء الفل يا كباتن. ازي حضرتك؟ وحشنا. الحمد لله ربنا يبارك فيك، وانت كمان وحشني جدا. مش وحشنا كتير، بس عشان سامح احنا بنشوف حضرتك على طول. شفت بقى بيقلش عليك ازاي؟ والله احنا توقعنا نخش الاستوديو اللي قاعد معانا احمد عادل والكابتن امير عبد الحميد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا والله. ربنا يبارك فيك يا رب. استاذ بيومي، الاهلي قادر ان شاء الله يرجع لنا بانتصار؟ يا رب. املنا في ربنا كبير. الموضوع صعب، حق ربنا الموضوع صعب، لكن احنا دايما الاهلي دايما تعودنا على الشدايد، يعني انهم بيبقوا رجاله، وباذن الله وامل في ربنا كبير باذن المولى. يعني كمان الوحش كبير شريف اكرامي يزود عن مرماه، يعني باذن الله، ويعمل لنا ماتش كويس جدا، وعلى الاقل باذن الله يخش فينا اجوان، وربنا معانا بقى باذن المولى ان احنا نعوض ونحاول نجيب جول ان شاء الله اي وقت من الماتشات. وياما من ايام كورتك التي لا شادي اللي رفعتها فتلفي وقب بدماغه وقب ابو تريكه التفاقيسي، ان باذن الله ربنا عوضنا خير ان شاء الله، ونرجع عشان نوصل للمباراه النهائيه. وفي النهايه في جميع الاحوال ربنا حاجه ما يشكر عليها، قال الاهلي اهلي والاهلي جامد جدا، واحنا قادرين، وهو في النهايه ماتش، وهي في النهايه بطوله، وعاوز اقول للرجاله، انتوا رجاله طول الوقت، يعني ما يهمكمش اي حاجه، المهم اعملوا اللي عليكم. زي ما بقولها لاولادي كده في المذاكره، بقولها للعيبه الكبيره، يعني اعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ما يرجعش تعب حد. استاذ بيومي، عايز اسالك سؤال شخصي بجد، عايز اعرفه منك، يعني انا عارف طبعا احنا اتكلمنا ومتفقين 60 مليون واكتر من 60 مليون عاشقين للنادي الاهلي في كل مكان بكل طوائفهم، لكن انت بتحرص دايما ليه على تروح الاستاد، تروح التدريبات، تروح بتبقى متواجد بشكل كبير، ولما قعدت معاك مره لقيتك حافظ التاريخ الاهلي بشكل كبير جدا، بجد ما هو مش اي حد يبقى حافظ التاريخ، حتى المسلسل عن النادي الاهلي بجد هو حافظ تاريخ النادي الاهلي، وحافظه ايه باللعيبه وبالاسماء وبالمباريات، اهتمامك ليه بده؟ انا عايز اقول لك ان انا اهلاوي، يعني من وانا صغير الموضوع عندي كان عامل ازاي. انا من سكان الزمالك، وكنت بروح بمشي للنادي الاهلي في كل البطولات، افضل اتمحك في السور كده ان انا نفسي اخش واسلم على اللعيبه او اتصور مع اللعيبه، وما انساش بره مباراه كاس ما بين الاهلي والزمالك، الاهلي خد الكاس وعملوا حفله، فتحوا الابواب للجمهور فدخلنا واحتفلنا احتفال كبير جدا. من وانا عيل صغير كنت بروح مع اخويا، رغم ان اخويا كبير زملكاوي، تمام، الا انه ما كانش عاوز يزعلني، يعني كنا فرحانين بالموضوع دوت. لما كنت بقى بمثل في المركز بتاع الفني، وكانت لعيبه الاهلي ده في الاوبرا، ده انت دي عربياتكم. ايوه صح. عايز اقول لك بجري وراه الكابتن الكبير ديبو، كابتن الخطيب، ومانويل جوزيه، وكابتن حسام بدري، وكل اللعيبه بقى بركات وابو تريكه والكلام ده، تمام. انا كنت بجري، ما بلاقيش حد، يعني مش عايز اصطدم مع حد ولا اي حاجه في الدنيا، بس المجرد ان انا اسلم عليه واقف معاه شويه والكلام دوت، يعني فانا يعني من اقول لك ايه، يعني عاشق للاهلي في كل مبارياته وكل بطولاته، ونادي يشرف، ومؤسسه راقيه جدا، مؤسسه بسم الله ما شاء الله ناجحه جدا، مع حتى تغيير رؤسائها، ومع
لان في نظام وفي اداره موضوعه من زمان جدا. انا شخصيا لما جيت من سنه ولا من سنتين بس ابقى احد اعضاء النادي الاهلي لم اجامل في مليم ودفعت زي الكل والله ونفس النظام بنفس كل حاجه. فانا يعني مش عارف اقول لك ايه. النادي الاهلي نادي كبير. عايزين نسمع منك رساله اخيره للجهاز الفني واللاعبين تحفيز تقول لهم يا استاذ بيوم. شد حيلكم يا رجاله، احنا واثقين فيكم تمام الثقه. هي مباراه في النهايه، بطوله في النهايه، ما توتروش نفسكم. خلاص اتعاملوا معاها على انها مباراه. اتعاملوا معاها على انها بطوله اوكي. شدوا حيلكم وباذن الله ربنا عوضنا خير. ما كانش يومنا. ووارد سبحانه وتعالى يكون شايل لنا حاجه حلوه في راس باذن الله. يا رب ان شاء الله. استاذ بيومي فؤاد الممثل الرائع، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كلام حضرتك المحترم. الاهلاويه عندهم احساس بالمسؤوليه برضو يا امين. اه طبعا، اي حد اهلاوي مش فكره بقى، انا هو ده اللي عايزين نقول، مش فكره. خلي بالك مش لعيب بس، انا عايز اقول حاجه هي صعبه شويتين بس هضطر اللي انا اقولها. خلي بالك بعد الكلام، بص استاذ بيومي داخل هو بيتعامل